وطنية من استوديوهات الإذاعة الوطنية التونسية كالعادة متواصلين معكم أنت وحتى الماضي ساعتين غير داجين في استوديو الوطنية عودة على آخر التصريحات والزيارات والأحداث الوطنية طبعا في رقاء برئيس الحكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد وأنه عديد المرافق العمومية اليوم ما تخدمش كما ينبغي وهمش قاعدين يخدموا كمرفق عمومي بشكل طبيعي وعادي وكما هو مطلوب ومطالبين به. في لقاء أيضا رئيس الجمهورية في لقاء بوزيرة العدل تحدث عن ضرورة البت في عديد القضايا في أجال معقولة، طبعا هذا في انتقاد منه إلى طول أجال التقاضي. وأيضا يوجه دعوة رئيس الجمهورية في عدة لقاءات البارح، سلسلة من اللقاءات منها كاتب الدولة للأمن اللي أكد ضرورة مواصلة العمل لتفكيك شبكات ترويج المخدرات هالآفة اللي استشرت في البلاد. في عينك على الإدارة نرجو على أو نثبت وين وصلت أشغال هيئة وتهيئة وين وصلت أشغال تهيئة دار الثقافة ابن خلدون بعد الزيارة الغير معلنة والزيارة المفاجئة اللي قام بها رئيس الجمهورية واللي كان لها عدة تحفظات حتى تحفظ على الاسم في حد ذاته لدار الثقافة لدار الثقافة المغربية ابن خلدون، واللي تسأل الرئيس شو معناها ولويه دار الثقافة المغربية. تفاصيل بعد شوية مع فيصل شابو في عينك على الإدارة. ضيف الانترفيو اليوم الناشط السياسي ورئيس حزب البعث صهيب المريزكي، تحياتي باسل ترجمان مرحبا رافقني في التحليل كالعادة في ساعتنا الأولى. أهلا مرحبا بك ومرحبا بك في تابعي الإذاعة الوطنية. مروان الدريدي في الإخراج، رفيق الدريدي في الإعداد، آل الدريدي اليوم أنتم في حضرة آل الدريدي، أهلا وسهلا زينة. مروان الدريدي سيد المخرج ورفيق الدريدي في الإخراج، كوميونيتي مانجر محمد علي ناصري ولايف ستريمينج من هنا زاهر بن حميدة. نستسمحكم نرفع لحضراتكم أذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها وراجعين في استوديو الوطنية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات.
تحياتي لكم، أهلا وسهلا. رفعنا لحضراتكم أذن الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هذا استوديو الوطنية في ساعتنا الأولى، عودة على الزيارات واللقاءات البارحة اللي كانت لرئيس الجمهورية اللي استقبل فيها وزيرة العدل، واللي تحدث على ضرورة البت في عديد القضايا في أجل معقولة، وانتقد طول زمن التقاضي. أيضا رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة، و تحدث الرئيس عن عديد المرافق العمومية اللي قال لا تشتغل ولا تعمل على الوجه المطلوب، واستقبل كاتب الدولة للأمن بوزارة الداخلية، وين وجه دعوة سيد رئيس الجمهورية لضرورة مواصلة العمل المكثف لتفكيك شبكات ترويج المخدرات. ضيفنا في الانترفيو في ساعتنا الثانية الناشط السياسي صهيب المريزقي، وفي عينك على الإدارة، عودة على أشغال تهيئة دار الثقافة ابن خلدون، وين وصلت أشغال تهيئة دار الثقافة ابن خلدون بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية. تود سويت بالبونت العريض. بالبنت العريض مجددا، مرحبا بك رفيق دريتي. مرحبا زينة. هما أربعة لقاءات كان أجراهم رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في قصر كارتاج مع رئيس الحكومة ومع ثلاثة من أعضاء الحكومة. أول لقاء باش نتحدثوا عليه هو لقاء لجمع رئيس الدولة برئيس الحكومة كمال المدوري، وبلاغ لرئاسة الجمهورية يشير إلى أنه رئيس الدولة أشار لبرشا مرافق عمومية ما هيش تشتغل على الوجه المطلوب، وعدد من مسؤولين عن إدارتها ما زالوا مستوعبون اللحظة التاريخية اللي تعيشها تونس. من بين زادة الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية في اللقاء هذا، أنه أي مسؤول ما يكونش في مستوى المسؤولية مش بش يتم التردد في استبداله ومحاسبته. ومن بين النقاط اللي كان أكد عليها رئيس الدولة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية في كل المجالات، وخاصة في المجال الاجتماعي، للقطع نهائيا مع نظام قانوني لا يمكن أن تدار به المرحلة هذه من تاريخ تونس. هذا بتبيع في علاقة به خطاب رئيس الجمهورية وقت أداء اليمين، وحديثه عن ثورة تشريعية زي ما تكون في تونس، وكذلك ثورة ثقافية. بس الترجمان، رئيس الجمهورية يقول عديد المرافق العمومية اليوم لا تعمل للمرة الألف. رئيس الجمهورية يتحدث على حزب الإدارة على تعطيل المرافق العمومية، وأيضا في تصريحه البارح وفي لقائه برئيس الحكومة يقول برشا مسؤولين عن الإدارة لم يستوعبوا اللحظة التاريخية اللي تعيشها بلادنا، وهما خارج التاريخ اليوم، يا يكونوا فاعل في صنع تاريخ جديد يا ما عندهمش بلاصة. المسؤولين أيضا اللي تحدث عليهم رئيس الجمهورية والملفت للنظر يقول اليوم لا يكفي أنه يكون المسؤول فقط يتم اختياره بناء على الكفاءة فحسب، ولكن أيضا لازم المسؤول كائن من يكون في الدولة يكون منخرط في مشروع بناء يستجيب لإرادة الشعب التونسي ويحققها في أقصر الأجال. من مستهدف اليوم بالكلام أو عمن يتحدث رئيس الجمهورية المسؤول الذي يقوم بالتقصير؟ نتحدث على الإدارة، نتحدث على ولات، على عمد، على مديرين عامين، الكل تقريبا. رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر لرئيس الحكومة. نعم. أنه ليس هنالك من كما نقول اللي على رأس ريشة، ليس هنالك مهما كانت صفته وزير أو غير وزير أو والي أو معتمد وإلى آخره دون استثناء. نعم لا لا لا، نحكي أنا بصفة العامة، ليس هنالك ذكر لأي شخص، وبالتالي الحديث كان واضحا أنه اليوم يجب أن تكون هنالك يعني كما نقول منصب يعادل مشروع، يعادل مشروع. نعم. ومشروع يعادل تطبيقه على أرض الواقع. ولكن مناصب للمناصب ومناصب من أجل أن يستمتع بها، يعني أنا باش نحكي بعد شوية على في عينك على الإدارة على زيارة رئيس الجمهورية إلى خلي عينك على الإدارة وخلي على حاجة أخرى قد. مش نحكي على حاجة أخرى. مش معقول أنه ساحة برشلونة بعيدة 300 متر عن شارع بورقيبة ورئيس الجمهورية يعاين ما عينه من إهمال، من أوساخ، من فوضى، من حالة. نعم. لا المفروض فما بلدية وفما ولاية. نعم. وغيره كانوا ينجموا يعينوها قبل ما يصل رئيس اليوم يعينها. أنه أنت مسؤول، قالها الرئيس وقالهم نحيوا الحجاب وغادروا المكاتب. صحيح. والمقرات وتفضلوا أن أهبطوا على الميدان. هذه اليوم يجب أن يكون هنالك مسؤول أبواب مشرعة، مسؤول يستمع إلى المواطنين، ومسؤول يتفاعل مع ما يريده الشعب التونسي. نعم. من
من متطلبات هي قضية ما هي شمزية. واليوم يجب إنهاء على العلاقة، فهم أن المسؤول هو ممثل لأعلى هرم السلطة، المسؤول اليوم في موقع هو ممثل للشعب وليس ممثلا لرئيس الجمهورية أو غيره، يجب القطع وإغلاق هذا الملف مرة واحدة. أعطى الضوء الأخضر لرئيس الحكومة رئيس الجمهورية، هكذا تقول باسل ترجمان، بمعنى أن كل من ليس متفاعل أو ليس قادر على أداء مهمته لا مجال لبقائه في منصبه. المناصب لم تعطى من أجل المكافآت، المناصب ستعطى من أجل إنجاز مشاريع. اليوم المسؤول الذي لا يملك القدرة على إنجاز المشاريع التي يطالب بها الشعب كلهم في مجال اختصاصه لا معنى لوجوده في هذا المنصب. نواصل زينة ونتحدث على ثاني لقاء البارح بين رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في قصر كارتاج اللي كان جمعه بالسيدة وزيرة العدل ليلى جفال. ورئيس الدولة يقول حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن القضاء العادل هو من أهم ركائز الدولة وأنه من الضروري البت في عديد القضايا في أجال معقولة بما أنه زمن القضايا هو عنصر هام في تحقيق العدالة. ورئيس الجمهورية كان أكد على دور القضاء في المرحلة هذه من تاريخ تونس وخاصة في محاسبة كل من أذنب في حق الشعب التونسي. ويضيف بلاغ الرئاسة أن رئيس الدولة أكد للإجراءات تحطت لتحقيق المحاكمة العادلة وليست هدف في حد ذاتها ولا مبرر في علاقة بالإجراءات حتى تبقى عديد الملفات تراوح مكانها لمدة سنوات وسنوات. أجال التقاضي وما أدراك من أجال التقاضي باسل ترجمان. اليوم مش كان رئيس الجمهورية يتحدث عنه، حتى الناس المعنية بالمواطنين اللي عندهم قضايا، أجال التقاضي من جهة، ومن جهة أخرى اليوم نسق والجانب اللوجستي بالأساس للعمل في المحاكم التونسية. يعني أجال التقاضي اليوم هي القضية المشكلة التي أصبح الجميع يتحدث عنها منذ سنوات. نشوفوا قضية بات 10 سنين و 12 سنة وبعد تصدر لك فجأة حكم مسمع به حتى حد. نعم. هذه القضايا يجب أن يكون هنالك أجال منطقية من أجل البت في القضايا، خاصة أنه اليوم وزارة العدل ونشوفوا يعني هنالك برشا حديثة، خلينا نحكيه في المواضيع. نعم. هذه زينة كان تسمع، شفنا البارح انفلات غير مسبوق. نسمح بعد لك بتحفظ بحدود. نعم. لا 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 ما عنا حتى إشكال، انفلات غير مسبوق بعد ما أصدرت وزارة العدل قرار بمتابعة ومراقبة ما يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي كالتيك توك والانستغرام. نعم. وأنا حقيقة مندهش ومصدوم من أشخاص تعتبر أن هذا هو اعتداء ومساس بحرية. يعني وقت يخرجوا ناس يعتبروا أن هذا القرار الذي يسمى ضبط لقضايا لها علاقة بالمساحات العامة في تونس، ما الذي يعني وقت نشوفوا ناس تتحدث عن أن هذه القرارات هي مساس واعتداء على حرية. يا أخي من وقتاش ولات الدعارة والإتجار بالرقيق الأبيض والانفلات الأخلاقي في تونس والتسول الإلكتروني والتسول هدايا يصبح أمرا له علاقة حتى الإيماج صورة البلاد اليوم على تيك توك. اليوم كما يزلنا نفهم حاجة أن هذا القرار يمس شريحة كبرى من المجتمع التونسي اللي هي المجتمع المحافظ في تونس، المجتمع اللي ما يحبش يرى بنية وما يحبش يرى راجل قاعد يحكي مع 3 نساء و4 نساء في مستوى أخلاقي منحط. اليوم هذوما الناس اللي أصبحوا بالنسبة ليهم حرية التعبير هي الانفلات. اليوم نشوفوا ناس تحكي على حرية التعبير في تونس وكأنها مهددة. بجرب شكون سكركم صفحة فيسبوك وشكون جبتكم وشكون حكى عليكم. من المفروض باسل ترجمان وانت تحكي على الغلق، نمشي معك في سياسة أخرى. اليوم تنجم الدولة تمشي في سياسة ردعية بطريقة أخرى بعيدا مثلا عن نمشيو نخليو السجن آخر مرحلة، لأنه نعرفوا حتى السجن كلفة على نعم الدولة ولكن وغيرها، ولكن اليوم هيت نبدأ بغلق الحسابات وهيت نمشي الحساب خاطر وقت اللي تسكر الحساب ديجا ضربته في مقتل انت تيك توكر المداخيل متاعه كل سكرتها وجمتها. نعم ولكن يجب أن يحاسب وتحاسب
من استعملت تلك الوسائط لسنوات من أجل نشر الرذيلة. يعني أنا نشوف ناس تحكي راهو فما حاجات ما يصدقهاش عقل رفيق. صحيح. وقلي أنت تشوف راجل وثلاثة نساء يتحدث في قضايا لا يمكن حتى الحديث فيها في المستوى الشخصي. الناس اللي تحكي عليهم هذا ما من جعل من الناس بين قوسين التافه النكيرات اللي ما نعرفوهمش ولا حتى عندهم مستوى منحط ولاو فيموس ولا ناس مشهور ما مواطنين وناس تدخل اللي كبس كبس واللي عامل لهم جيم واللي يبعث لهم في فلوس وغيره. شكون اللي يسمعهم؟ معناتها تجي تحاسب الناس هذيك وتيم المفروض حتى الناس اللي قاعده تتفرج اللي هو موجود منهم راه عاين على اليوتيوب مع اليوتيوب همش مفضوحين. نعم. يدخلوا لتفاصيل لا داعي ندخلوا في ذكرها. اما نفسهم الناس هذيكم اللي يشجعوا في النكيرات باش يواصلوا في الانحطاط اللي انت كنت تحكي. نعم. ولكن شوي. ولكن انا نعتبر انه العمل من اجل درء وحماية المجتمع. يعني البارح كان ثم حالة من الرضا المجتمعي راح لحظة وكان ثم حالة خيم السكول على تيك توك. لا على خاطر ثم ناس تتمعش من الفساد الأخلاقي والانحطاط القيمي هذايا اللي نحكيه فيه. والأخطر والأدهى أنه ثم أطراف سياسية أصبحت مدافعة وولات تحكي أنه هذايا مساس بحرية التعبير ومساس بالحريات. يا صديقي حريتك عبر فيها كما تشاء، ولكن عمره لكانت تجارة بالرقيق الأبيض، وعمرها لكانت الدعارة، وعمرها لكان الانحطاط الأخلاقي يعني الشذوذ الجنسي أسف باستعمال المصطلح هو آليات للتعبير. مصطلح كان هو عربية ما عندك علاش تتأسف عليه. أي كان هم يعتبروا أنه هذا جزء من التعبير عن حريتهم، فيا مرحبا بهم يخرجوا يعبروا معهم كما يحبوا يشتهوا، ولكن هذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحرية التعبير المصانة والمحترمة في تونس. وأنا قلت كل واحد يحكي في مستوى شخصي ولا يعمل تشات في مستوى شخصي أمر يهمه، لم يتم التصدي لأحد أو الحديث مع أحد، ولكن تصلي البذائي لتلك المستويات ويخرج أطراف سياسية تعبر تحكي على الإيقافات. أطراف نعم سياسية على الإيقافات. نعم يقول لك لا مش معقول واحدة حبلة واحد عمره أكثر من 80 سنة. يا أخي نعملوا قوانين زادة مبدعة في تونس، اللي تحبل ما تشدش، واللي عنده صغير ما يتشدش، واللي عمره أكثر من 80 سنة ما يتشدش، ونفتحوا باب الإجرام من بعد ما ولي المريض زادة بالسكر ما يتشدش، ونعملوا إجرام مقنن في تونس يولي فقط الإجرام يهم أصحاب الصحة المتكاملة. شو قلة الحياة هذه اللي يحكيوا فيها؟ وشنو سامحني في الكلمة يعني تبرير لهذا التعهير الأخلاقي والقيم اللي قاعد يصير فيه؟ هو على كل لا توقفوا تقريبا البارح خمسة في انتظار وأنه القائمة أكبر. نعم القائمة أكبر ويجب أن يحاسب كل من مثل الأخلاق والقيم في تونس. قلت التصديت للقرار أو يدافعوا عن صناع بعض صناع المحتوى اللي تم إيقافهم، ولكن فما أطراف أخرى تساءلت يقول لك بالأساس المشكل اللي صار على أسماء أخرى تشدوا القدم وجدد ما تشدوش، أو تشدت ناس ربما ما وصلتش لدرجات غير مقبولة ومعقولة كما الأطراف اللي أسمائها ما رأيناهاش تداولت مثلا. زينة ثم مستوى أنا أخذت لك الزوز كما نعم ناس تدافع فما ناس رحبت ولكن تسألت عن الأسماء في نعم حديد. الناس الكل اللي استعملت سواء وسائل الإعلام بكل مستوياتها سواء وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن يكون هنالك رسائل تدمر ثقافة وقيم المجتمع التونسي. نعم. هذا يا أمر مرفوض، يجب اليوم أن تكون هنالك وقفة أمام الجميع كل من ارتكب. يا أخي وقت نشوفه نحن في يعني مستوى يتحدث ويبرر ويفس يعني يبيح أن نتحدث بقضايا تمس المجتمع التونسي في قيمه وفي عقيدته. هذا شنو تحب نقول لهم؟ يعطيكم الصحة، هذه جزء من حرية التعبير. واحد يقول لك في اليابان حرية التعبير مصانة، وفي هونغ كونغ حرية التعبير مصانة. يا سيدي برا ولي مواطن هونغ كونغي وأعمل اللي تحب، ولكن في تونس هنالك حد أدنى لا في هونغ كونغ مراقبة استمرار السكوت. لا معناها دوين اسمه ما اسموش حتى تيك توك مملوك شركة باي دانس ومنصة أخرى في تايوان في الصين وفي تايوان منصة أخرى ماهيش منصة تيك توك. حتى أمريكا في حد ذاتها مقلقها التيك توك في الحملات السياسية وفي الدعايات الانتخابية. لا وفما ولايات تمنع فيهم زينة فما ولايات أمريكية سريع الانتشار. صحيح. على وسلاح ذو حدين كيف تنجم تستعملوا الدولة والوزارات أنها توصل للشباب بطريقة
سريع كيما ينجم ايضا يكون عنده سلاح ذو حدين. هذيك على سالتك بسال ترجمين هاد نمشيو للرادع. عندنا وزاره تكنولوجيا الاتصال وعندنا نعم ناس كفء وخبراء يعني قادرين وانهم يحجبوا اي حساب مخل. الرئيس قالها صراحه وزاره العدل قامت بواجبها. انا اتصور انه اليوم يجب ان تكون هنالك لجنه بين وزاره العدل ووزاره التكنولوجيا الاتصال ووزاره الداخليه من اجل ان يكون هنالك نعم من اجل ان يكون هنالك وقف لهذا السقوط المدوي في القيم والاخلاق. ربي جماعه اللي يحب يحكيوا على حقوق الانسان وحريه التعبير والى اخره. التسول الالكتروني ماهوش حريه تعبير ليس له علاقه بحريه التعبير. هاكم تسبوا نهار كامل على الفيسبوك وفي الاذاعات وفي وسائل الاعلام وما دار بكم حد وما سالكم حد عن وسائل انا عن حريه التعبير. كان عندهم تخوف في جزئيات معينه لعل غدوه اي زوزي انت ريت زوز مواطنين في عينك على دار حكينا فيه جاره تعاركت مع جارتها استعملت نفوذها وحبت تطيح سور ولا وباش يطيح السور مع الاسف. نعم. فما بالك لو انه زوز يتعاركوا مع بعض. نمشي غدوه انا مقلقني باسل باسل محتواك في ستوري اللي هبطها انا ندعي وانه انحطاط اخلاق وبرا امشي قاعدة ابحث. ما هذا الناس اللي مش تخوفت زاده فما جزئيات لا احيانا راهو باعتقادي حكينا فيها البارح مع سي فريد بن شحا والقضاء يعي تماما معنى واليات واساليب هؤلاء الذين يحاولوا استغلال الفضاء التواصلي. نعم. من اجل تمرير رسائل عندها هدف وحيد هي ان يكون هنالك استباحه كامله لكل القيم والمبادئ والاخلاق في بالتالي من الجيد ان الامور تكون في نصابها وهكا حتى واحد ما يشكي حتى واحد ما يضر. اعرف حدودك واعرف حدود غيرك فبالتالي ما فماش حتى تيك توكر ينجم اليوم وما حطوش الناس كل في نفس السله. فما ناس الحقيقه تقوم بمحتوى با واش قايم برشا هما ما عندهم حتى حقك اما عبر اما فما ناس نجم حتى تعمل ضحكه معاها تنجم ناس تتفرج اليوم. فما بعض حتى الوجوه المعروفه كي تدخل تلقاه حل لايف في تيك توك راهو ينجم يقدم لك محتوى محترم مثلا. نعم بطريقة أو بأخرى ما حتى حد لا قال لا. وفما ناس معروفة أخرى تعمل في التسول الإلكتروني. نعم وهذاك وهذه اليوم يجب أن يكون هنالك تعاطي جدي ونجم يفسرون كلمة معينة. فسر هنا رفيق كان أنت من الشباب الناشط كبس معنى هو يظهر لي باش يكسبوا تفاعلات باش اللايف هذاك يوصل. لا معناها هو في علاقة بالتفاعل على أساس أنت البث المباشر هذاك والكلام اللي قاعد يقول فيه السيد هذاك ولا اللي يقوم باللايف عجبك وانت معاه. فالتكبيس هو يعني كونك تقعد تنزل برشا مرات على الاكران باش توصل بطبيعه باش يقوى الريت مليون يا باسل لا هو انت تحكي لهم معناها باش تشوف الناس تيجي لك باش كبش لا فما ناس جدت عليهم زينه كونه هما مؤثرين بين ظفرين بطبيعه الكلمه لانه عندنا تحفظ عليها احنا كلمه واللي قلته لباسل منذ قليل قلت له العيب مش فقط وما نحاسبوش من وصل للانحطاط تلقاك انت والاف تشجعوا فيه بالتكبيس وكي تحلوا له اللايف وسوف شكون يديروا ورده وشكون يديروا معك والاهداءات راهي ورده وغيرها راهي بديكارت بانكير فلوس قاعده تدخل في الكونت. نعم انا نقول انه زاد من واجب يعني ذات المراقبه نتاع الاداءات انه تتابع هذوما وانه تقف يعني في وجه هدايا التسول الإلكتروني وفي وجه هدية الممارسات المخالفة حتى لأبسط القيم والقناعة. حكينا عليه الموضوع حتى في أعمال صحفية سابقة زينة مانيش باش نطول فيسع فيسع فقط نقول كونه على أساس كانت فما مطالبة تقريبا من 3 سنين من اللي بدأت تنتشر الوسائط هذية بكونه يتم تقنين هذا العمل على المنصات الاجتماعية. مثلا المملكة الأردنية والمملكة السعودية مشاو في اتجاه الترخيص. كل إنسان يقدم نفسه كصانع محتوى يلزمه يكون عنده ترخيص بمدة صلاحية محددة باش يستغل على منصات التواصل الاجتماعي. احنا في تونس الحقيقة دخلنا في حالة آخر. فوضى وحالة هستيريا على الميديا الاجتماعية مطالبين يدفعوا لامبو لا يجب ان ينالوا ياخذوا ترخيص من المرابيح نتاع انا ناخذ في الترخيص. نعم. لكن في علاقة بكونك انت تخرج تتكلم يمشي للقباضة ويصب باتيندا ومعقول نعم ياخذ بعمل باتيندا واخذه على روحك ربي يعينك ما حتى حد لا جا فيك
معناها كونه إنسان يخرج يتكلم في بث مباشر على أساس كونه هذه ميديا اجتماعية ماهيش محمل ممكن تابع لوسائل الإعلام التقليدية ويسمح لنفسه كونه مرر الرسائل يحب عليها فهذا مش مسموح به. وكما قلنا فما ناس جدت عليها كونه هي مؤثرة وكونه هما قادة رأي ممكن فما ناس ولا يقدموا رواحهم بالشكل هذايا هي ما أنت تحكي عن الناس والكلام والردع والحبس والإيقاف والبحث وكل ذي للناس اللي موجودة عندك في أرض الوطن. عندك ناس تونسية من مبدأ الجنسية متاعهم زيادة موجودين البرة فهذا مقبل نقول لكم هاتي يتسكر حجبوك مش كان عندنا قبل مواقع تحجب على اليوتيوب كنا ممنوعين من بعض أسباب وقتها سياسية قبل الثورة ولكن اليوم أيضا هات أنا عندي زايد تونسي موجود خارج أرض الوطن يفلح كيف ما يحب وموجودين حتى بعض الناس الخارج عن القانون والملاحقين قضائيا في تونس بشو للتيك توك وقاعدين يستهدفوا سواء في تونس يحرضوا على عصيان مدني بخلاف أنتم مشيتوا كل الناس أخلاقين ما هات كي نحكيوا على تيك توك نخذوه برمتي هي برمتي فماكم في أمن القومي ومستك في الأمور الأخلاقية احجبهم كل حساب مش نحجبوا الموقع زيادة مش ميفهمونيش العمل بالغط حساب إكس مخل أو فيه تحريض وعصيان مدني وفيه انحطاط أخلاقي وفيه تسول إلكتروني سكروا سهل فما زينة حتى فما حتى نوع زينة من باش نقول العروشية الإلكترونية يعني اليوم فما شكون يقدم رواحهم في تيك توك على أساس كونه هو عنده جيش وهي عندها جيش شيء لقابة تيك توك بالضبط لا معناه وفي بث مباشر يعني الناس تبدأ تسب في بعضها يعني توانسة على تيك توك هذا مع فلان والآخر مع فلان فالأمور هذه ما عادش نجم يزيونا من كبس كبس عايشكم في انتظار نشوفوا باسل وين وصل في المحطة انت بس لازم يرقبوا لك تيك توك متاعك الله يبارك هو قال عنده كونت مريشة عندي كونت فيه 4000 4000 اي شوي ما توصلش الكبش ما عاونوني كبش كبش لكن باسل في علاقة بحديث رئيس الجمهورية أيضا عن المحاكم وأجل التقاضي الجانب اللوجستي أيضا اليوم وجبات تناولهم من زاوية واسعة أكبر أجل التقاضي نحكيه على السادة القضاة قاعدة تعمل ما نشكوش في عمل السادة القضاة ولكن كي تدخل للمحاكم التونسية اليوم تشوف أكداس وأكوام من الأوراق والملفات بطريقة حتى المكتب بش هو بيكون يخدم بأريحية بش شوفها كأجل تقادم ما عندوش الجانب اللوجستي الكافي اليوم ما الحل؟ لا أحد يمكن أن يشكك أو أن يتحدث عن السادة القضاة إلا يعني يقول لهم شكرا على كل ما تقومون صحيح. به من جهة حقيقة يقوموا في عمل كبير برشا 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 رغم ضعف الإمكانيات رغم أن هنالك الكثير من التعطيلات هنالك إشكال في المستوى الإداري هذا حتى حد لا ينجم يحكي على الموضوع هذا أنا نتصور أنه لابد اليوم أن يكون هنالك يعني كما نقول المصارحة حول واقع الوزارة حول الإمكانيات الحقيقية المطالب بتأمينها من أجل نجاح سير العدالة في تونس. نحن عندما نتحدث عن تأخير ليس مسا بالسادة القضاة لا من قريب ولا من بعيد لا ولكن نعلم جيدا أن هنالك تراكمات عمرها عشرات السنين ليس سنة أو عامين أو خمسة أو إلى آخره وبالتالي اليوم السؤال المطروح كيف يمكن أن يكون لدينا قدرة على دعم هذا الجهاز القضائي حتى نجم نعمله الدولة تنجم تطلق تليتو حملة تبرعات اليوم للبنية التحتية لدعم البنية التحتية للمحاكم مثلا أنا نتصور أنه يجب أن وبرشا مواطنين من الصغير للكبير نجموا يشاركوا نعم أنا نتصور أنه يجب أن يكون هنالك فما كثير من القضايا التي هي قضايا مدنية ليس لها علاقة بالقضايا الجنائية والآخرة من المهم أن يكون هنالك تحمل لمسؤولية وتكاليف هذا العمل القضائي خاطر مش معقول واحد يمشي يشكي على ولا يقدم قضية مدنية ليس لها علاقة بالشأن الجناحي أو الجنائي وبالتالي يمكن أن يكون هنالك إيجاد آليات لدعم هذا السلك عبر صحيح. تحميل للمتقاضين جزء من تكاليف هذا العمل لأنه زمن القضائي في حد ذاته يقول كما قال الرئيس ضرورة البت في عديد القضايا في أجل نعم. معقولة تقليص زمن القضائي هذا هو اللي يكفل لك تقليص زمن القضائي مبدأ وركيزة الحق العادل للجميع كل واحد يأخذ حق التأكيد وبالتالي اليوم نطرح الموضوع بكل شفافية بكل وإلى آخره كل من يعني إيجاد آليات لضمان أن يكون نعم. هنالك تمويل وإيجاد يعني تغطية تكاليف هذه المؤسسة التي هي ضامنة للعدل والقضاء
هو المرجع الأول والملاذ لكل مواطن تونسي يجد أنه يعني يحتاج إلى من يحميه ويدافع عنه في تونس. في اللقاءات البارحة اللي كانت متتالية وماراثونية لرئيس الجمهورية تحدث أيضا عن آفة اليوم تونس في حرب مفتوحة لمكافحة المخدرات. رفيق صحيح زينة، وهو في علاقة بتبيعة زيادة بالكلام اللي كان قاله الناطق الرسمي للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابي. نعم. اللي هي قال هي حرب فعلية على المخدرات في تونس. فالبارح كان رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج استقبل كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، ويأكد رئيس الدولة خاصة على تواصل العمل المكثف على مدار الساعة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتسيير دوريات مستمرة في كل مناطق البلاد حتى يشعر المواطن بأنه آمن في كل وقت وفي كل مكان. آفة المخدرات اللي حكينا فيه مع ضيوفنا في أكثر من مناسبة ونحكي فيه تقريبا كل يوم لينا باسل ترجمان من هول اللي قاعدين نسمعوا فيه الحجوزات. قبل كنا نسمع فقط حاجز آلاف الأطنان من القنب الهندي، تولينا نحكيه على أطنان وأطنان وكمية مهولة من المخدرات الكبيرة الغالية، الكوكايين، الهيروين وغيرها. يعني واللي ولات تدخل حتى الأحياء الشعبية. نعم. من أين لك هذا؟ نعم، الحاجة الحلوة اليوم اللي في الحملة هذه اللي عندها عدة أيام من اللي انطلقت هو أن هنالك صمت وليس هنالك تسريب لأي معلومة، وهذا أنا نعتبره شيء إيجابي. صحيح. على خاطر قبل كانت أي حاجة تصير قبل ما تبدأ تصير يكون هنالك نشر للمعلومة ومحاولة لهروب هؤلاء من اليوم، فما عملية تكتم أنا نعتبرها إيجابية جدا، خاطر لا يمكن لأي عمل أمني أو حملة أمنية أن تنجح إلا في ظل أن يكون هنالك صمت مطبق. وبالتالي اليوم نشوفه أنه لقاء السيد كاتب الدولة برئيس الجمهورية أطلعه على النتائج، وتأكيد الرئيس على استمرار هذه الحملة هي دعم ورسالة لكل الإطارات الأمنية من أمن وحرس من أجل الاستمرار ومواصلة، لأننا اليوم كما قلت هزينة في حرب مفتوحة. هذه الحرب تستهدف أبناء تونس، تستهدف الشباب، تستهدف تدمير هذا المجتمع، لأن آفة المخدرات. صحيح. التي يراد منها تدمير المجتمع التونسي لا تخدم إلا أطراف تعلم تماما أن وشاهدنا في دول ليست بعيدة عنا نتائج تلك الانتشار تلك الآفة وتدميرها للمجتمعات التي هي في يعني تشابهنا تضرب جينيراسيون كاملة، تضرب جيل المستقبل. نعم، وتضرب وتدمر. وبالتالي اليوم هذه الحرب هي لضمان مستقبل أبناء تونس وحمايتهم من كل هذه التهديدات التي لم تبدأ من اليوم، امتدت على عشرات السنين، ولكن اليوم هو إعلان هذه الحرب هي وقفة من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب من هذه الآفة التي ستدمر الحاضر والمستقبل. أنت تعتبر باسل كونه خيار ممكن العمل في صمت في إطار الحرب هذه هو خيار داخل في التوجه هذا، لأنه كي نشوفوا مثلا دول أخرى مثلا تقوم بحملة كما هكا نشوفوا بروباغندا كبيرة إعلامية وتقارير في نشرات الأخبار والدولة هذه حلت حرب على المخدرات. حتى نحن قاعدين فما تخشب من بعد كل عملية، خاطر ما تنسيش وأنه فما اليوم تجار مخدرات وديلرز يتبعك يسمعك في الاعلام. والمره اللي فاتت شفناه وقت اللي كان ضيفنا الاسبوع اللي فات العميد عماد الوطني العميد عماد مماشه، كيف سالته في سؤال قال لي زينه بمعنى اخر ما تكملش في السؤال، ستوب افهمني راه فما في عشيتها. هو نجم يكون خيار استراتيجي اكيد زينه، كان فما عمليه جاريه وقت احنا سالناه، احنا كاعلام ندورنا باش نلوج على المعلومه، ولكن هو ايضا من دوره كامني يحمي العمليه الامنيه. وقتها كان فما عمليه امنيه جاريه بالضبط. وفي العشيه سمعنا بالنتيجه وبالحجز والكميات الكبيره وما زالت العمليه مستمره، تخبي في فلوس في الفريجيدير بالبشكاد. نعم. عائدات الهيروين، ومع ذلك تحية كبيرة للناس تعمل في مجهودات جبارة لمكافحة المخدرات وآفة المخدرات، والناس تسمعوا فينا يهديكم حميوا صغاركم حميوا وليداتكم، الفلوس كي تعطي فلوس كميات كبيرة لصغيرك في ليسي ولا في مكتب وتابعوا صغاركم يبين راهو فما ملامح تبين مهما كانت الأسرة منشغلة، ونعرفوا الريتم متاع الحياة يجري ما راهو أولويات لهم في مكافحة المخدرات تبدأ من العائلة قبل ما نحكيوا على المقاربة الأمنية. نواصل معك في آخر زيارات البارح لرئيس الجمهورية.
وآخر آخر لقاءات زينة كان مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وكان رئيس الجمهورية أكد في اللقاء هذا على ضرورة وضع نظام قانوني جديد للاتحاد التونسي للتضامن حتى يقوم دوره على الوجه المطلوب. تم التعرض زادة في اللقاء لجمع رئيس الدولة بوزير الشؤون الاجتماعية لمشروع إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل وتنقيح مجلة الشغل في مستوى وضع حد للمناولة والعقود المحدودة في الزمن اللي كان ذن رئيس الجمهورية في وقت سابق بمراجعتها. أتي يا سي باسل، المناولة وسطر لي عليها بالبنت العريض في فقرة بالبنت العريض، المناولة اللي اتحدث عليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة من أكثر من عام تقريبا، هبط طلب وكان على صفحة رئاسة الجمهورية اللي طالب المؤسسات العمومية ترسم الناس اللي يخدموا عن طريق المناولة الساعي نحيوها والعقود الهشة تتنحى، واللي فات 4 سنين طلب الترسيم لليوم شيء ما تبدل. وكنا حتى حكينا كتتذكر على الخطوط التونسية واخذيناها كمثال، ولليوم دار لقمان على حالها ما تبدل شيء. يعني للأسف الشديد كيف فما برشا مؤسسات نعم تخلق. للأسف الشديد، وهوني يعني رسالة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية، من مطلوب منكم أن تتدخلوا بسرعة، خاصة أنه زاد نحكيه على حاجة أخرى، أنه وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن يعني الصندوق الوطني للتضامن سينر بيس عن قروض للناس، الناس قدمت المطالب متاعها، قبلت المطالب هذه وما ثم صار حتى شيء. أنا هوني نقول هذا التعطيل لمصلحة من؟ من يعطل اليوم في هوني تشغيل الهش؟ نعم. على هرم في الدولة يطالب بإلغاء نعم يعني الهش. نحن نشوف ونعاود نطرح السؤال في الخطوط التونسية، هؤلاء العملاء اليوم المهددين في أرزاقهم، نشوفوا زادة السيدة وزيرة الثقافة، فما موظفين خدموا 4 سنين و5 سنين في مدينة الثقافة قاموا يلقوا رواحهم في الشارع، وبالتالي هؤلاء العمل للهش هذايا إلى متى؟ نحن توجهنا في الأسئلة، وأنا نعتقد أنه عينك على الإدارة لازمنا نمشي ونلوجه ها مدينة الثقافة بحدانا، ناس خدمت 4 سنين 5 سنين تلقى رواحها في الشارع، عندها عائلات، عندها ناس مسؤوليات، تلقى رواحها اليوم ربي كما خلقتني سكر الباب وطرد الناس وخليهم في الشارع. ما هوش معقول، رئاسة الحكومة مطالبة بالإجابة، الخطوط التونسية مطالبة بالإجابة، السيد وزير الشؤون الاجتماعية مطالب بالإجابة، إلى متى سيبقى هذا العمل للهش عاجزا عن إيجاد حلول منطقية وتحترم كرامة هؤلاء اللي هم أولاد تونس ويعملوا ضمن العقود نعرفوها كانت لا تحترم أدنى حد من كرامتهم، اليوم يجب القطع، لأن المرحلة هذه هي مرحلة صيانة واحترام كرامة الشعب التونسي ومستقبل. وتوجه العام للدولة التونسية اليوم واضح وقت يتكلم رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء عقود العمل الهش، موقف دولة هذا. هذا موقف. علاش نعم. ما تمش تطبيق رئيس كل مناسبة يتحدث عن عقود العمل الهش، الغيون المناولة 26 وال 21 وغيره، ومع ذلك تلقى اليوم وزارات وغيره عندك 4 سنين ناس موجودة مش تخلص فيهم رسم ولعب. هذاك السؤال المطروح اليوم على السيد رئيس الحكومة سي كمال مدوري وعلى وزير الشؤون الاجتماعية وعلى بقية الوزارات اليوم وقت يجي، يعني نعطيك حاجة في مدينة الثقافة، كل شيء مدينة الثقافة بس على الحكومة ولا الثقافة نعم. ولا غيره من شخصنش ناس ما زالوا ما سكروش 100 عمل يوم، أما من قبل هذا العمل المتواصل من الحكومة اللي قبلهم واللي قبلهم الرئيس تكلم، واليوم نفهم من الرئيس وقت يرجع ويقول لرئيس الحكومة كل مسؤول مقصر في خدمته ما عندوش مكان، هو علاش نعم هو هذا سبب من الأسباب. يعني أنت تجي تشوف أنه ناس يتم إعادة جزء منهم على خاطرهم موسيقيين، والناس اللي تعمل انا لا نحكي ندافع على الناس راني ما عنديش طرف فيهم، انا نحكي على الكل وزاره عنا بعينها نحن خذينا كل الوزارات ما عندك برشا نعم كل الوزارات انا ونقول هي رساله لكل انسان يرى انه هو مهدد في رزقه، ها الاذاعه الوطنيه هي صوتكم للدفاع عنكم وعن حقوقكم من اجل ان يكون هنالك احترام لكرامه الانسان في تونس، هذه هي العمل هو اساس الكرامه، لا يمكن ان يحترم انسان وتكون كرامته مصانة وهو يجد نفسه مهدد في مورد رزقه مهما كانت الظروف والمبررات. على كل واضح توجه الرئيس بشكل صريح البارح في هذا الاطار، نختم معك رفيق باخر
معنا في البنت العريض. آخر معنا زينة في البنت العريض هو في علاقة زادة بتوجهات رئيس الجمهورية وكلام رئيس لجنة المالية في البرلمان عصام شوشين اللي كان ضيفنا البارح في استوديو الوطنية، يأكد أنه اللجنة ستتدخل في علاقة بمشروع قانون المالية 2025 وستعدل هذا المشروع في اتجاه ما كان أعلنه رئيس الجمهورية من توجهات اجتماعية، ووضح في علاقة بنقطة التعويل على الذات اللي كان أكد عليها رئيس الدولة. نسمع تصريح النائب عصام شوشان، وكان زاد تحدث في جملة من المواضيع وفي علاقة بالتعويل على ذات، يقول كونه ما يعنيش التوجه للجباية. نسمع النائب عصام شوشان. احنا في اعداد الميزانيه اللي كان السياسه اللي رسمها سياده رئيس الجمهوريه واللي هي السياسه العامه للبلاد واللي هو يلزمنا نعمله على ذاتنا، معناها كي تحكي على التعويل على الذات ما عندكش حتى فرصه اخرى انك الاستثمار، ما عندكش حاجه اخرى، ما عندكش اليه، هضيت في التناسخ. سيد رئيس الجمهوريه يقول لك احنا هذه السنوات مش نعوله على الذات، ومناش مش نمشيو في الاقتراض من معناها الاسواق الخارجي، يلزمنا نعوله على موارد خزينه الدوله. دونك شنو الحل؟ هذا منطقي، معناها هذه حاجات ابجديه، لازم ان نمشيو في الاستثمار. اذا كان التوجه سياده رئيس الجمهوريه نمشيو في الحل هذا وما نلقاوش قانون ماليه اللي يدفع الاستثمار لهنا، وقت تدخل لجنة المالية ويلزمنا نعدل، ما عندناش حتى خيار آخر، يلزمنا نعدل. راه مش التعويل على الذات من وجهة النظر نتاعي اللي نشوف الجباية، راه ما عنده حتى منطق. عندنا جلسات استماع إلى المنظمات والناس الأطراف اللي تقدمت لنا مقترح في تعديل بعض القوانين أو إضافة بعض القوانين، كما مثلا عملت المحامين، عملت الأطباء، الخبراء. بور ماما الحقيقة ما عندي حتى مراسلة معناها فعلية اللي جاتني، لكن قاعدين يتصلوا بالمجلس وقاعدين توصل مراسلات، وأي إنسان باش يقدم إضافة في قانون مالية احنا مدين يدينا كمجلس نواب الشعب، ونحبوا القانون هذا ينعدلوا فيه أكثر ما يمكن على غرار السنة الفارطة اللي عدلنا فيه في قرابة 25 فصل. اليوم باسل ترجمان عدة نقاط إيجابية جدا في قانون المالية في علاقة بالتخفيف الضغط الجبهي، ولكن هذا كان تصريح رئيس لجنة المالية برئيس بالبرلمان. سامحوني، يعني واضح أنه هنالك نقاط كثيرة في هذا المشروع تحتاج إلى إعادة قراءة. أنا نتصور أنه من المهم قبل أن تبدأ النقاشات أن يكون هنالك جلسة عمل ما بين وزارة المالية ولجنة المالية من أجل طرح هذه. نعلم جيدا أن لابد أن يكون هنالك قانون مالية يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية التي هي من أساسها العدالة الاجتماعية. هنالك الكثير من القضايا التي يمكن أن تكون هناك ضرائب تصاعدية، حكينا على قضية الفينيات، حكينا على قضية المسابح الخاصة، حكينا على قضايا كثيرة تهم هذه تم تغافلها. أنا نتصور أنه مهم جدا من وزارة المالية أن يكون هنالك إعادة استقراء وتمشي مع ما يريده مجلس نواب الشعب. إعادة استقراء خاطر القانون اليوم على أنظار مجلس النواب، وما تنسيش بس لذيك المالية العمومية من حق أعضاء مجلس النواب أن يعدلوا ما يرونه مناسبا. ومن هم ما عندكش اقتراض خارجي بابا. نعم. ما خرجش مع المانحين الدوليين. نعم. مالية عمومية صعيبة، شنو كنت تستنى معنا؟ نستنى أن يكون هنالك عداء أكثر من العدالة الاجتماعية باتجاه تأمين موارد للدولة عبر آليات لا تمس الفقراء ولا تمس المعدمين في تونس، ولكن تسعى إلى أن يكون هنالك مشاركة من الأكثر ثراء لدعم هذه المالية ليس على حسابهم، ولكن بقضية يعني توازن اجتماعي وتوازن مالي يضمن هذا المبدأ في أساسه كأساس للعمل في تونس. شكرا رفيق دريدي، كانت هذه بالبنت العريض توتسويت، عينك على الإدارة مع فيصل شابو. عينك على الإدارة، وين وصلت أشغال تهي الدار الثقافي بن خلدون بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي أيضا كان عنده تحفظات على اسم اللي كان فيها الدار الثقافة المغاربية ابن خلدون. هي تنذكركم وقت الرئيس قام بزيارة مفاجئة لدار الثقافة ابن خلدون، شنو صرح؟ والمفروض الدور الثقافة الكل ترجع في كافة مناطق الجمهورية، وخاصة بالنسبة للمربعات هذه المفروض تكون في مستوى وتكون معلم للحفاظ عليه، ثم تزيد قيمة أخرى قيمة للرضا. هذا ما تجمش تقل بشكل هذا، معنى الخدمة ناقصة برشا حتى بالنسبة للتقليد بتاعنا، مش باش نديروها ونخليو الوضع كما هكا. كراسي غير والنشاز اللي موجود بين المقبلين هذا من لون وناخذ من لون ما حاشناش بالشكل هذا، ماش مقبول.
هكا قال رئيس الجمهورية. مش مقبول الوضع اليوم. ندار الثقافة الرئيس اللي نذكركم تحدث في كلمته بمناسبة أداء اليمين الدستورية أمام الغرفتين البرلمانيتين وأنه تونس ماشية لثورة ثقافية، لازم تكون ثورة ثقافية للارتقاء بالعقول والأذهان والشباب وغيره، وهذه عينة مش معقول كما قال الرئيس دار ثقافة ابن خلدون حالتها كما تشوفوا في اللايف ستريمينج الفيديو أثناء زيارة الرئيس هاكا بالتفصيل الصورة لدار ثقافة اللي المفروض تكون مكان لاستقطاب الشباب وخاصة الناس اللي ما تلقاش متنافس مش ما تكونش عرضة لاستقطابات من نوع آخر كما كنا نحكيه مكافحة المخدرات وغيرها بالثقافة. فايسل شابو وين وصلت أشغال تهيئة دار الثقافة؟ مرحبا ابن خلدون. شكرا لك زينة، شكرا لك، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، مرحبا بسي باسل ورفيق وكل المستمعين. مرحبا فايسل. وطنية في فقرة عينك على الإدارة اليوم. احنا موجودين حاليا بدار الثقافة ابن خلدون بتونس العاصمة في متابعة الأشغال تهيئة فضاءات وقاعات دار الثقافة بعد كما قلت الزيارة اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نهاية الأسبوع الماضي. الأشغال متواصلة إلى حال واللي كانت انطلقت في الشهر أوت، وإحنا باش نحكيه شوية مع سفيان منجة هو مدير البناءات والشؤون العقارية باش نحكيه شوية على بعض هذه التهيئة وقتش انطلقت بالضبط شنو القاعات اللي باش تصير فيهم عملية التهيئة. سفيان مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا. نحكيه اليوم على التهيئة اللي انطلقت في شهر أوت، شنو الأهم القاعات اللي باش يتم فيهم معناتها التهيئة وإلا التوسعة؟ أول حاجة ساعة مرحبا بك مدام دينا، مرحبا مرحبا تحياتي، شكرا على التدخل معنا. باش نحط الأمور شوية في نصابها، دار الثقافة ابن خلدون تم تشييدها سنة 1920 من قبل المهندس المعماري الإيطالي ماريو جولي. صارت عملية التوسعة في أوائل الثمانينيات الخمسينيات، في أوائل الخمسينيات زادت الطابق العلوي الزاد، نسبة تقدم الأشغال تناهز 60% واللي انطلقت في أوت 2024. هذه نقول احنا لمحة موجزة عن المشروع. القاعات من داكور حاولنا أن في المشروع هذا اللي هو نسميه تدخل شامل على دار ثقافة ابن خلدون. شنية مست؟ مست طولي كومبوزونت دونك إعادة تهيئة كاملة وترميم دار ثقافة ابن خلدون اللي هي نبدأ بالجناح الإداري اللي تم نقولوا احنا تنظيمه دكوتي دروات وتم تحديثه وتعصيره باخر نقولوا احنا ليزيكيبمون تجهيزات، نحاول اني باش نترجم باخر التجهيزات الرقميه في بروكتيك. هذا بالنسبه للاداره لي بي سي نقولوا احنا لاجونسمون، هذا الكول وسيتم تحديثه وتعصيره، هذا بالنسبه للجناح الاداري. بالنسبه لبقيه الكومبوزونت تاع دار الثقافه ابن خلدون اللي هي السالج سبيكتاكل، نعرفوا نحن دار الثقافه قاعات العروض، نعرف دار الثقافة ابن خلدون عندها عاداتها وتقاليدها في السينما، دونك بالنسبة لنا احنا تم التدخل وتجهيز دار الثقافة ابن خلدون بأحدث التجهيزات السينمائية، نقولوا احنا الدي سي بي اللي هو من أحدث ما فما، وتم في هذا الشأن كذلك مراعاة الجانب الصوتي الأكوستيك والجانب نقولوا احنا الجانب السينمائي والجانب الصوتي. كذلك بما أنها هي قاعة متعددة الاختصاصات مع النجم نعمل فيها ميوزيك، نجم نعمل فيها مسرح، نجم نعمل فيها كل شيء، كذلك راهي إيكيبي بأحدث التجهيزات الضوئية بالنسبة للرقح، هذا بالنسبة للقاعة. كذلك تم التدخل في نقولوا احنا لونتروتيان معناتها عملية الصيانة للتكييف المركزي بدار ثقافة ابن خلدون، عملية صيانة شاملة للتكييف المركزي، كذلك لشبكة ريزو إلكتريسيتي، شبكة الشبكة الكهربائية تم كذلك زاد صيانتها ومعناتها بنسبة 90% خاطر صار فيه إشكال كبير وطوى نورمالمون كل شيء ونا ريميدي للي بروبليم هذوما معناتها تم تجاوز الاشكاليات هذه. معناها سي سفيان نعرفش تسمع فيه سي سفيان ولا ما هكا نفهموا انه الامور القديمه والتهيئه اللي صارت من 10 سنين كما كان يقول لي السيد المعد رفيق قدريدي ما كانتش كما ينبغي التهيئه السابقه. سي سفيان فقط لانه نذكروا تقريبا من مده ممكن تفوق حتى 10 سنين بشويه صارت عمليه تهيئه شامله لدار الثقافه ابن خلدون وكانت وقتها احتضنت المركز الاعلامي لايام قرطاج السينمائيه على ما نذكر سنه ممكن 2015 ولا 2016. يعطيك الصحة. الهوني بربي نحب نذكر بعض الحاجات. باريكزومبل انا اللي قلته في الصالة راهي ما كانتش اكيبي بالدي سي بي،
يعني هو بروجي اضفناه تويكا في التحديث، تحديث القاعه راهو بروجي دخلناه تويكا في التهيئه هذه. كذلك مراعاه نقولوا احنا لي بي ام ار لي بيرسونا موبيلتي ريدويت معناتها والمعاقين، ما كانش فما اسانسور، اضفنا مشروع ضد الاسانسور اللي هو ما كانش في الاشغال التهيئه الاولى. اشغال التهيئه الاولى انقذت المؤسسه نتاعنا نقولوا احنا بنسبه 90% نحكيو بارتي جيني سيفيل، معناتها بارتي جيني سيفيل ولي ريزو الكتريسيتي والكليماتيزاسيون. اللي هي وقتاش كانت سي سفيان بالضبط؟ كان من بعد الاشغال ما صارتش عمليه الصيانه اللي فقدنا نسبه كبيره من تجهيزات التكييف، فقدنا نسبه كبيره من الريزو نتاع الكتريسيتي، خلينا نقولها الله غالب معناتها فما مشكل نتاع فارط خلف اللي زانموار الكتريك اللي خربها تماما ومش بالسهل تصليحها. هذه العمليه اللي صارت حولنا اون سوروكيتير ونصلحوها، اللي زانموار هذوما ما كانش عمليه سهله. دونك هذوما الاشكاليات تم اضافتها في المشروع هذا، المشروع نعتبره حديثي ومشروع معناتها عصري اللي يصلح لليوم وللغد. التدخل السابق وقتاش كان سي سفيان؟ سامحني كان تسمع فيا على الوقت يا تفضل رفيق، خاطر عندنا ضيفه اخرى في ساعه ما عادش عندنا وقت، عندك دقيقه. في دقيقه يعطيك الصحه سي سفيان، باش ناخذ مدام امال طالبه هي مديره دار الثقافه، باش نحكيو معاها على كيفيه الانخراط في دار الثقافه بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، شهري سنوي شنو يدخل وشنو الانشطه الموجوده. مرحبا بك مدام. مرحبا. عسلامة، مرحبا بكم. أمل طالبي مدير دار ثقافة ابن خلدون. دار ثقافة ابن خلدون تأم مجموعة من الأنشطة في وتضم برشا نوادي اللي هي فكرية وفي السينما وفي الرقص. عنا نادي للسينما، عنا نادي الخط العربي، عنا نادي المسرح، عنا نادي الموسيقى، عنا مجموعة من النوادي في الحوارات الفكرية، المقهى الفلسفي، فصول أدبية. كيفاش يكون معناتها انخراط شهري أو سنوي؟ اشتراك بسيط 10,000 في السنة، وتقوم برشا أنشطة. احنا في 10,000 في العام ولا في الشهر قديش مدام أمال؟ عملنا ترينو فن قبل قلت لي ممكن برشا نقص معناتها في الدرس. فيصل نحن تسمع فيا يا فيصل واحد ساعة باش نقول لك حاجة. دار ثقافة ابن خلدون تبدأ معبية، كل إيتاج فيه نشاط، لكن الشباب يجي مثلا في تصوير الشمسي ولا باش يعمل فيلم ولا حاجه يلقى. وعندنا عديد مسابقات، عملنا حتى مسابقه مع تركيا، فوتو ماراثون مع تركيا، مع مركز الثقافي التركي، عملنا في الخط العربي مع ايران، مدام امال المهرجان بانوراما للفيلم القصير. لكن اللي بيعوقنا لهنا انه ما فماش تجهيزات حديثه تخلينا نستقطبوا كالشباب هذوكم يجيوا يحب يصور يحب يمنتج اللي حاجه البيه اللي باش يصير استوديو للتصوير. فيصل باش نختم معاك قبل ما نعطي الكلمه للاخبار، ماكش تسمع فيا ذهول انت الضيفه نتاعك. مكتبات وفضاءات للكتابه بطريقه جميله جدا وتستقطب الشباب كي يجي يقعد ويلقى انترنت ويلقى الكتاب اللي حاجه خاصه فيه. خاصة هذا هو فيصل، ما عادش عندي برشا وقت. الانخراطات ابارتيغ من وقتاش كنت نجم تجاوبنا بايجاز يا الامال؟ وهي قالت ب 10,000 في الشهر، ب 10,000 في العام، الشهر بقديش؟ هو من بدايه الشهر حتى يعني انخراط سنوي، يعني من جانفي حتى ديسمبر. بالطبيعه مرحبا بهم يبداوا يسجلوا وينخرطوا في النوادي، كل النوادي بنفس الانخراط. مختصين في الموسيقى مدام امال، في الرقص، في المسرح، مختص العربي، مختص. فيصل قبل شكرا لك. قلها كل النوادي ابونمون واحد يدخل بها كسي الصغير لكل النوادي، او كل نادي لازم ابونمون ابار؟ لا هو اكسي اشتراك سنوي للنوادي، يعني مثلا اختار نادي الموسيقى يعمل اشتراك في نادي الموسيقى. واضح. شكرا جزيلا قمر تدسويت في نشرة اخبار الماضي ساعة. مش قمر، مونيا في الأخبار، مونيا سياري تنسيت في نشرة النشرة المفصلة للإذاعة الوطنية الماضي ساعة. راجعين بعدها نستقبل ضيفي صهيب مريسكي في الانترفيو. مرحبا. الدكتور حكيم.